خليل إبراهيم جيهان حنث اليمين. إذا شاهدتم الفيديو هذا حتى النهاية سيتم إعلامكم بأحدث معلومات شائعة عن خليل وسيلة، لذلك أرجو منكم أن تتابعوا القنوات التي تنشر أخبارا صحيحة. من بين هذه الإشاعات أن خليل إبراهيم جيهان الذي حقق نجاحا بعد النجاح في حياته المهنية في مسلسل إيماني في التمثيل والموسيقى حقق نجاحا آخر، ووصل الممثل الوسيم أخيرا إلى 1,000,000 متابع على إنستغرام. ومع ذلك فإن الممثلة التي جلبت الحب في حياته المهنية لا تجد ما تبحث عنه في الحب. قبل سنوات عندما لم يكن مشهورا بعد، كان خليل إبراهيم جيهان لديه امرأة مفضلة له والكل يعرفها، هي سيلة ترك أوغلو. ووفقا لبعض الشائعات كان خليل إبراهيم جيهان على وشك الزواج من صديقته. مع ذلك لم يكن الوضع المالي لخليل إبراهيم الذي لم يكن مشهورا في ذلك الوقت جيدا. هذه كلها إشاعات. خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو سيقرران الزواج، وقد قرروا بالفعل. وسيلة ترك أوغلو قالت بأنها ستعلن عن خبر سيسعد المعجبين. لنكمل هذه الإشاعات، على الرغم من أن خليل إبراهيم جيهان لا يحب الحديث عن هذا الموضوع لأنه أقسم أنه لن يحب امرأة أخرى، لكن مرت السنين وشبهته الحياة بسيلة ترك أوغلو. كل المشاهدين على علم بعد ما حدث في ذلك. وفقا للإشاعات قالوا بعض الناس الذين ينشرون الأخبار الزائفة خليل إبراهيم جيهان حنث بالقسم الذي قطعه منذ سنوات على سيلة ترك أوغلو. اعتقد أن خليل إبراهيم جيهان كل شيء سار على ما يرام هذه المرة، وأن النهاية ستكون جيدة جدا. ولم يقتصر الأمر على خليل إبراهيم جيهان، توقع كل الجمهور نهاية سعيدة لهذه العلاقة. مع ذلك أصيب خليل إبراهيم جيهان بخيبة أمل مرة أخرى، وتم التخلي عن خليل إبراهيم جيهان مرة أخرى من قبل سيلة ترك أوغلو. لكن هذه المرة لم يكن سبب انفصال الزوجين المشهورين واضحا لأي شخص. على الرغم من وجود العديد من المزاعم حول الانفصال، لم يدلي خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أوغلو ببيان حول هذا الموضوع. هذه كلها أخبار زائفة. خليل إبراهيم جيهان لم يحنث الوعد الذي أعطاه لسيلة ترك أوغلو. إذا حاولت أن أشارككم هذا الفيديو، إذا سمعتم هذا الخبر من قناة أخرى فلا تثقوا، فإنها أخبار زائفة. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعاً.